بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه المسألة بيان متى يقوم المأموم للصلاة. فيه رواية عن أحمد أنه الأولى أنه يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، والرواية الثانية أنه إن كان الإمام في المسجد فإنه يقوم عند قد قامت الصلاة، أما إن كان الإمام خارج المسجد فإنه يقوم عند رؤيته، عند رؤية الإمام. والأمر في هذا واسع والحمد لله، إن قام عند قول قد قامت الصلاة أو عند رؤية الإمام فكلاهما حسن. نعم. ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، لما روي عن الحجاج بن فروخ الواسطي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص العكبري وغيرهم. نعم. هذا القول الأول أنه يقوم عند قد قامت الصلاة. القول الثاني أنه يقوم إذا رأى الإمام، أن الإمام قد يكون خارج المسجد فإذا رآه قام. ولكن القول الأول أنه يقوم عند قول قد قامت الصلاة وإن لم يرى الإمام فيه مصلحة، وهي تسوية الصفوف لأجل يتمكن المأمومون من تسوية الصفوف قبل حضور الإمام. نعم. رواه: كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص. حرب وصاحب الإمام أحمد، حرب الكرماني. نعم. وأبو يعلى الموصلي. أبو يعلى الفراء، هذا من شيوخ المذهب. نعم. وأبو حفص العكبري. وعندك الموصلي. نعم. ترجم له في الفراء. ترجم له في الحاشية بأنه الفراء. أي نعم، ما هو الموصلي. نعم. وأبو حفص العكبري وغيرهم. وهو كل هؤلاء حنابلة أصحاب المذهب. نعم. وهو محفوظ عن الحجاج. الحجاج الراوي، راوي الحديث كما سبق. نعم. وقد قيل إنه لا يروي إلا عنه، وهو وإن كان فيه لين. وقد قيل وقد وهو محفوظ عن الحجاج، وقد قيل إنه لا يروي إلا عنه، وإن كان وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه. وقد اعتضد بعمد. وهو وإن كان لا يروي. وقد قيل إنه لا يروي إلا عنه. نعم. وهو وإن كان فيه لين. يعني الحجاج. نعم. وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه، وقد اعتضد بعمل الصحابة. اللين في السند معناها فيه ضعف. فيه ضعف لكنه ليس بالقوي. ليس بالشديد، يعني ضعف ليس بالشديد.
وعلى كل حال هذه مسألة فرعية، ما الحديث وإن كان فيه لين فاستدلوا به على فضائل الأعمال. نعم. وهو محفوظ عن الحجاج، وقد قيل إنه لا يروى إلا عنه، إلا عنه يعني عن الحجاج. نعم. وفيه لين، وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه، وقد اعتضد بعمل الصحابة. قال ابن المنذر: عمل الصحابة أنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. قال ابن المنذر وغيره: كان أنس بن مالك، المنذر إمام من أئمة الحديث، أبو بكر بن المنذر، وهو من أئمة الشافعية وله مشاركة في الحديث. نعم. قال ابن المنذر وغيره: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا قيل قد قامت الصلاة نهض وقام. هذا من الصحابة، من عمل الصحابة أيضا. نعم. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، وهذا أيضا من الصحابة، الحسين بن علي رضي الله عنهما. نعم. رواه النجاد وغيره، ولا يعرف أبو بكر النجاد، هذا من الحفاظ من أئمة الحديث. نعم. ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وهذا يتعين اتباعه، لا سيما إذا كان الكلام في الاستحباب ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. نعم. هذا كلام الشيخ تقي الدين، إن هذا يتأيد بهذه الأمور، إنه يقوم عند قد قامت الصلاة. وكما ذكرت هذا فيه مصلحة، أن المأمومين يتهيئون في الصفوف ويأخذون أماكنهم، يكون معهم فرصة. نعم. ولأن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح دعاء إلى الصلاة، لكن ولأن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح دعاء، لأن هذا من ألفاظ الإقامة، من ألفاظ الإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو دعاء إلى الصلاة، فالمأموم يجيب هذا الدعاء ويقوم. نعم. ولأن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح دعاء إلى الصلاة، لكن هو مشترك بين الأذان والإقامة، لكن حي على الصلاة حي على الفلاح مشترك بين الأذان، هذا يقال في الأذان ويقال في الإقامة. نعم. لكن هو مشترك بين الأذان والإقامة، فإذا قيل قد قامت الصلاة تم الدعاء إلى الصلاة، فينبغي أن تكون الإجابة عقبة. نعم. قد قامت الصلاة مناسب أن يقوم عند ذلك. نعم. ولأن قوله قد قامت الصلاة فيه معنى الأمر بإقامتها، فاستحب أن يكون القيام إلى الصلاة عقبه امتثالا للأمر. نعم. وهو أيضا إخبار عن قرب قيامها، فإذا كان القيام عقبه كان أتم في القرب. كل هذه مرجحات للقيام عند قول قد قامت الصلاة. نعم. ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه، قيامه قبل الإقامة لا حاجة إليه، أما عند الإقامة فله حاجة. نعم. وتأخير القيام عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. نعم. هذا ما أشرنا إليه، أنه تأخير القيام عن قول قد قامت الصلاة يترتب عليه تأخير تكبيرة الإحرام وتأخير تسوية الصفوف. نعم. فأما إذا عرضت له حاجة فلا بأس أن يتأخر القيام إلى الصلاة عن الإقامة، لما روى أنس. يعني الأصل أن الدخول في الصلاة يكون بعد الإقامة مباشرة، هذا هو المستحب، وقد يتأخر الدخول في الصلاة عن الإقامة لعارض يعرض، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أقيمت الصلاة وتقدم ذكر أنه على جنابة، فقال لأصحابه مكانكم، ف
ثم ذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل، ثم جاء وكبر. تأخر الدخول في الصلاة عن الإقامة، هذا لعارض، فلا بأس بذلك. نعم. فأما إذا عرضت له حاجة فلا بأس أن يتأخر القيام إلى الصلاة عن الإقامة، لما روى أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يعني تأخر لأنه مشغول بمناجاة هذا الرجل، فأخر القيام، أخر القيام للصلاة عليه الصلاة والسلام، هذا لعارض، هذا لعارض. نعم. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا وجه القول الثاني: لا تقوموا حتى تروني، يعني لأن الرسول يأتي من بيته، يأتي من بيته، فلا يقومون إلا إذا رأوه. ولهذا في متن الزاد يقول: إن كان الإمام في المسجد قام عند قوله قد قام في الصلاة، وإلا إذا رآه، إذا رأى الإمام. نعم. فأما التكبير فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية، يعني دخول في الصلاة ينبغي أن يكون مباشرة بعد فراغ الإقامة إذا كانت الصفوف مستوية. أما إذا كانت الصفوف تحتاج إلى تسوية فإنهم لا يدخلون في الصلاة، لا يدخل الإمام في الصلاة حتى تستوي الصفوف وتعتدل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. فأما التكبير فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية كبر عقبها، وإن لم تكن مستوية سواها ثم كبر. فأما التكبير فيستحب تكبيرة الإحرام يعني. نعم. فأما التكبير فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية كبر عقبها، وإن لم نعم. إن كانت الصفوف مستوية كبر عقبها. كبر عقبها أي عقب الإقامة. نعم. وإن لم تكن مستوية سواها ثم كبر. نعم، يؤخر التكبير إلى أن يسوي الصفوف، هذا من مسؤولية الإمام، تسوية الصفوف مسؤولية الإمام، فلا يكبر حتى تستوي الصفوف، وهو الذي يتفقدها ويأمر بتسويتها، أو يوكل من يقوم بذلك. نعم. فأما التكبير فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية كبر عقبها، وإن لم تكن مستوية سواها ثم كبر، لأن قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة. نعم، يعني ماذا يقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ قيل إنه يقول مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، وقيل إنه يقول أقامها الله وأدامها، لأنه ورد حديث في ذلك، إذا قال قد قامت الصلاة قولوا أقامها الله وأدامها، ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندكم في الحاشية. نعم. وصح من غير وجه أنه كان يعدل الصفوف، أنه كان يعدل الصفوف بعد القيام إلى الصلاة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدل الصفوف ولا يدخل في الصلاة حتى تعتدل،
لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما في الحديث. نعم. وصح من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل الصفوف بعد القيام إلى الصلاة، وقد جاء مفسراً أنه يفعل ذلك بعد الإقامة. نعم. فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم. نعم، أقيموا صفوفكم، يعني عدلوها. نعم. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أقبل بوجهه على أصحابه. نعم. وقال إسحاق بن راهويه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكبر بعد فراغ المؤذن من الإقامة كلها. قال: وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقمتم الصلاة فليؤمكم أحدكم، إذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. نعم. ثم هذا من مهمات الإمام، تسوية الصفوف والأمر بسد الفرج، هذا من شأن الإمام أنه يهتم بذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك. نعم. ثم إذا كان الإمام حاضراً بحيث يرونه قاموا عند كلمة الإقامة، قام الإمام أو لم يقم. نعم. وإن علموا بقربه من المسجد أو خارج المسجد ولم يروه فهل يقومون؟ على روايتين، إحداهما يقومون، يعني ولو لم يروه. نعم. إحداهما يقومون لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا فكبر فصلينا معه. متفق عليه. نعم، هذا دليل على أنه إذا عرض عارضا للإمام أنهم يتأخر الدخول في الصلاة حتى يتهيأ الإمام، ولا تعاد الإقامة، ما تعاد الإقامة مرة ثانية، وأن المأمومين يلزمون أماكنهم قائمين في صفوفهم. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. نعم. والرواية الثانية: لا يقومون حتى يروه، لما نعم. روى أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في بيته، كان يأتي إليهم من بيته وليس حاضراً في المسجد وقت الإقامة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. رواه الجماعة إلا ابن ماجه بهذا اللفظ، إلا البخاري لم يذكر قوله خرجت، وهذا يدل على نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك. نعم، على نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك من كونهم يقومون ولم يروا الإمام. نعم. وقد روي عن أبي خالد الوالبي قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكنا قيام،
فقال: ما لي أراكم سامدين، يعني قياما. نعم، هذا يدل على أنهم لا يقومون حتى يحضر الإمام، لأن عليا استنكر قيامهم قبل حضور الإمام. وعلى كل حال المسألة واسعة ولله الحمد. نعم. ولأن في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة. ولأن في قيامهم قبل حضور الإمام مشقة عليهم، وفيهم الضعاف، وفيهم يعني من يشق عليه القيام. نعم. ولأن في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة، وقيام إلى الصلاة قد تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن إليه حاجة. نعم. فصل. وإذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الإمام وغيره، إلا أن الإمام أخص بذلك لأنه الراعي. نعم، هو تسوية الصفوف من مسؤولية الإمام، وله أن يوكل من يقوم بذلك، خصوصا إذا كانت الصفوف كثيرة، فله أن يوكل من يعدل الصفوف. نعم. وإذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الإمام وغيره، إلا أن الإمام أخص بذلك لأنه الراعي. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر، فيقول: تراصوا واعتدلوا. وقال: تراصوا، يعني لا يكون بينكم خلل فرج، وذلك بأن يقرب بعضكم من بعض، يقرب بعضكم من بعض. وليس معنى ذلك ما يفعل بعض المجتهدين الآن على غير علم، أنه يفحج رجليه حتى يضايق من بجانبه ويشق عليهم ويحدث فرجة في الصف من تحته. ليس هذا هو المطلوب، أنهم يتقاربون على وقوفهم المعتاد ولا يفحجون، هذا هو المقصود من التراص. نعم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم يعني عدلوها، ومستوية يعني معتدلة، لا يكون فيها ميلان. قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم بين وجوهكم أو قلوبكم. فهذا وعيد شديد على ميل الصفوف. نعم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذه فائدة ثانية في تسوية الصفوف، أنها من تمام الصلاة. الصلاة التي لا تسوى بها الصفوف تكون ناقصة. والفائدة الثانية الخوف من الوعيد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المخالفة بين القلوب أو الوجوه. نعم. ففيه السلامة من هذه العقوبة. نعم. متفق عليهما. وعن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ يمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. رواه أبو داود. نعم، هذا دليل على استحباب ذلك، وأن الإمام يلتفت ويقول سووا، يأمره سووا صفوفكم واعتدلوا عن اليمين وعن الشمال، يأمرهم بذلك ويؤكد عليهم. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. كذلك، نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أقيمت الصلاة استقبل القوم ثم يقول: يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، سووا صفوفكم، استووا، ثم يقبل على القبلة فيكبر. رواه سعيد. قال الترمذي: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعدل الصفوف قبل أن يكبر، وإذا رأى أحدا قد مال عن الاعتدال تقدم أو تأخر سماه باسمه وقال: يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، يسميه باسمه. نعم. رواه سعيد. قال الترمذي: وروي عن علي رضي الله عنه، ظاهر يقصد سعيد بن منصور صاحب السنن. نعم. قال الترمذي: وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يتعاهد ذلك ويقول وروي عن قال الترمذي وروي عن علي رضي الله عنه، هذا الخليفة الرابع أيضا كان يفعل ذلك، كان يتعاهد الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة. نعم. قال الترمذي: وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يتعاهد ذلك ويقول: استو، وكان يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، كما كان عمر يفعل ذلك، وهذا من سنة الخلفاء الراشدين. نعم. وعن نافع أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف. نافع مولى بن عمر، نافع هو مولى ابن عمر. نعم. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه بأن قد استوت كبر. نعم. وعن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه بأن قد استوت كبر. نعم. رواه مالك. يعني يوكل واحد يلاحظ الصفوف، فإذا جاءوه وأخبروه أنها قد استوت كبر. نعم. وعن سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعليه حتى جاءه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف، ثم كبر. رواه مالك. وهذا عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث كان يفعل مثل ما يفعل عمر، فهذه سنة الخلفاء الراشدين. وكون هذا الرجل يطلب من عثمان أن يفرض له، يعني أن يفرض له عطاء من بيت المال. نعم. وقال أحمد رحمه الله في رسالته، رسالة الإمام أحمد في الصلاة مشهورة، شكك فيها بعضهم أنها لم تصح عن الإمام أحمد، ولكن الحنابلة رووها وأسندوها إلى الإمام أحمد، وفيها معلومات عظيمة عن صلاة الجماعة. نعم. وفيها فوائد عظيمة، وهي مطبوعة مفردة توزع لفائدتها العظيمة. أنكرها بعض المعاصرين، فرد عليه الشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، نعم، وأثبت أنها للإمام أحمد. نعم. وقال أحمد رحمه الله في رسالته: وأمر أبا عبد الله وأمر يا وقال يا عبد الله. نعم. لأن كلمات الإمام أحمد في هذه الرسالة: يا عبد الله، يا عبد الله افعل كذا، يعني ينصح عباد الله، ينصح عباد الله
ما يوجه إلى أحد معين. نعم. وقال أحمد رحمه الله في رسالته، نعم، وأمر يا عبد الله، وأمر يا عبد الله الإمام ألا يكبر أول ما يقوم مقامه للصلاة حتى يلتفت يمينا وشمالا، فإن رأى الصف معوج والمناكب مختلفة أمرهم أن يدنوا بعضهم من بعض حتى، نعم، أمرهم أن يدنوا بعضهم، شوف، يدنوا بعضهم من بعض حتى يلتصقوا ولا يكون بينهم خلل، ولم يقل افحجوا وقطعوا الصف بأرجلكم، هذا محدث. نعم. وأمر يا عبد الله الإمام ألا يكبر أول ما يقوم مقامه للصلاة حتى يلتفت يمينا وشمالا، فإن رأى الصف معوجا والمناكب مختلفة أمرهم أن يدنوا بعضهم من بعض حتى تماس مناكبهم، واعلم أن اعوجاج حتى يدنوا بعضهم من بعض حتى تماس مناكبهم ولا يكون بينهم فرج. وتعديل الصف له ضابط واضح بمحاذاة المناكب والأكعب، إذا تحاذت المناكب والأكعب فقد اعتدل الصف، وإن اختل هذا، اختلت الأكعب والمناكب، فإن الصف معوج. نعم. واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب، هذا من كلام أحمد في رسالته. نعم. واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب ينقص من الصلاة. نعم، نقص في الصلاة كما في الحديث، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فدل على أن اعوجاج الصفوف نقص في الصلاة. نعم. وأن الفرجة التي تكون بين كل رجلين تنقص من الصلاة. الفرجة التي تكون بين الرجلين تنقص من الصلاة، ويدخل منها الشيطان ويوسوس للمصلين، فإذا لحموا هذه الفرجة لم يبقى مجال للشيطان أن يدخل بينهم. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى الشيطان يدخل من بين الصفوف كالحلف، يعني كأولاد الغنم، فهذا فيه أهمية عظيمة، تلاحم الصفوف في الصلاة له أهمية عظيمة، أنهم يسلمون من تدخل الشيطان فيما بينهم ليوسوس لهم في صلاتهم. نعم. وأن الفرجة التي تكون بين كل رجلين تنقص من الصلاة فاحذروا ذلك. فيها محذوران، الفرجة فيها محذوران، المحذور الأول أنها نقص في الصلاة، والمحذور الثاني وهو أشد أنها تمكن الشيطان من تخلل الصفوف والوسوسة للمصلين. نعم. وذكر بعض أحاديث الصفوف، الإمام أحمد يعني ذكر الإمام أحمد في هذه الرسالة بعض أحاديث الصفوف المتعلقة بالصفوف. نعم. وذكر بعض أحاديث الصفوف وابن عمر الذي رواه مالك قال وروي أن بلالاً كان وذكر بعض أحاديث الصفوف وابن عمر الذي رواه مالك. نعم، يعني ما جاء عن ابن عمر الذي رواه مالك عن ابن عمر. نعم. قال وروي أن بلالاً كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة حتى يستووا، وهذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بلالاً كان هو المؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الرسول وكله في أن يعدل الصفوف وأن يضرب المخالف. نعم. قال وروي أن بلالاً كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة حتى يستووا. قال بعض العلماء الدرة العصا الصغير. نعم. قال بعض العلماء قد يشبه هذا أن يكون من بلال
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن بلالا لم يؤذن بعد الرسول، إنما كان يؤذن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وبلال بعد وفاة الرسول انتقل إلى الشام لأجل الجهاد في سبيل الله والمرابطة في سبيل الله، فانتقل إلى الشام. استأذن أبا بكر وذهب إلى الشام للجهاد، وتوفي هناك رضي الله عنه. نعم. قال بعض العلماء: قد يشبه هذا أن يكون من بلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامته قبل أن يدخل في الصلاة، لأن الحديث جاء عن بلال أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث جاء عن بلال أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما واحدا. طلبوا منه في الشام أن يؤذن، فأذن وأذكرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبكاهم. نعم. إلا يوما واحدا إذا أتى مرجعه من الشام، وذكر قصة تأذين بلال بالشام. نعم. فصل. ويروى أنه جاء إلى المدينة من الشام، وطلبوا منه في المدينة أن يؤذن، وتذكروا بذلك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. والمسنون للصفوف 5 أشياء. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أحد أبوابه بقوله: باب إثم من لم يسوي الصفوف، فهل نفقه من ذلك الوجوب في تسوية الصفوف؟ نعم، بلا شك أنه واجب. تسوية الصفوف واجبة، وعدم التسوية محرمة وخلل في الصلاة. نعم. وهل الإثم على الإمام أم على المأمومين حال التساهل من الطرفين؟ على الجميع، يجب على الجميع. يجب على الإمام أن يأمر المأمومين بذلك ويذكرهم، ويجب على المأمومين أن يمتثلوا ويسووا صفوفهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي الفرق بين الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله بمسألة متى يقام إلى الصلاة، فهل هناك فرق بين وجود الإمام وعدمه؟ لأنه إذا كان الإمام ما هو موجود يشق عليهم القيام والانتظار، فرحمة بهم ورفقا بهم يبقون جالسين حتى يحضر الإمام. أما إذا كان الإمام حاضرا أو رأوه فلا مشقة في ذلك، لأنه سيدخل في الصلاة مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في الصف شخص يصلي تحية المسجد بعد إقامة الصلاة، فهل ينتظره الإمام حتى يفرغ أم يكبر ولو كان يوجد من يصلي في هذا الصف؟ لا، ما ينتظره الإمام، والمأموم الذي في نافلة يقطعها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيقطع الصلاة خصوصا إذا كان في أولها، فإنه يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام في الصلاة في الفريضة. نعم، ولا يستمر في النافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام الذهاب إلى الصفوف المتأخرة حتى هل يشرع للإمام أن يذهب إلى الصفوف المتأخرة حتى يتأكد من تسويتها؟ نعم، إما أن يذهب وإما أن يوكل من يذهب إليها. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يقال بأن هذا من السنن المهجورة حيث لا نرى من يفعل ذلك في أيامنا هذه؟ نعم، هذا من السنن
المهجورة إذا حصل خلل في الصفوف، أما إذا لم يحصل خلل في الصفوف فلا حاجة إلى أنه يذهب. إذا حصل خلل وإهمال فهذا من السنن المهجورة من الإمام ومن المأمومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة ما يقال عند ذكر الحسين ابن علي رضي الله عنهما أنه يقال عند ذكر الحسين عليه السلام، وهل هذا جائز؟ هذا شعار الشيعة أنهم يقولون لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وأما غير الشيعة فيقولون رضي الله عنه رحمه الله أو كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين إذا دخل المسجد وقد بقي على الإقامة شيء يسير يظل واقفاً حتى تقام الصلاة ثم يدخل معهم مباشرة في الصلاة، فهل فعله وانتظاره صحيح؟ نعم، كانت الإقامة قريبة إنه يقف وينتظر حتى تقام الصلاة، أما إذا كانت الإقامة تتأخر فإنه يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد ويجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترديد ألفاظ الإقامة مع المؤذن ثم بعد انتهائه يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره؟ هذا بعد الأذان، ذكر هذا بعد الأذان، أما إجابة المؤذن في الإقامة فهو سنة مثل ما يجيبه في الأذان. نعم، لأن الإقامة أذان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم ما يقوله الناس بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام أنهم يقولون أقامها الله وأدامها؟ لا، هذا ورد عند قول قد قامت الصلاة، ما هو بعد الإقامة، عند قول قد قامت الصلاة يقال هذا كما ورد في الحديث وإن كان ضعيفا، أما بعد الإقامة فلا يقول شيئا. سئل الإمام أحمد: تقول بين الإقامة والتكبيرة شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم إقبال الإمام على المأمومين بوجهه إذا علم أن الصفوف مستوية؟ إذا علم كيف يعلم أن الصفوف مستوية؟ يتأكد، يلتفت ليتأكد، لأنه ما يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي، مع أنه يعلم لأنه يراهم من خلفه كما قال صلى الله عليه وسلم، يراهم من خلفه كما يراهم أمامه، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يلتفت يمينا وشمالا. نعم، ليتأكد. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يلزم أن يلتفت بكامل جسمه أم يكفي أن يلتفت يمينا وشمالا فقط؟ حسب الحاجة، يلتفت حسب الحاجة، إذا احتاج إلى الالتفات بكامل جسمه فلا بأس، وإذا كفى التفات بوجهه يكفي هذا، لأنه ربما يكون الجماعة الصفوف كثيرة يحتاج إلى الالتفات بكامل جسمه، أما إذا كان صفا واحدا فيكفي أن يلتفت بوجهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأمر بتسوية الصفوف مقيد بما ورد فيقول تراصوا واعتدلوا أم له؟ نعم، يأتي بالألفاظ الواردة في هذا: تراصوا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يأتي بالألفاظ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث ألفاظا من عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة ومع كثرة الجوالات ونسيانها ونسيان إغلاقها إذا قال استو وتراصوا قال وأغلقوا الجوالات، هل هذا مشروع؟ يقول بعض الأئمة إذا قال استو واعتدلوا فإنه يقول للمأمومين وأغلقوا الجوالات نظرا للنسيان. نعم، لا بأس، يقول أغلقوا الجوالات للحاجة إلى ذلك، لأن
بعض الناس يزعج المأمومين في أصوات الجوال، وأيضا بعضهم يجعل فيها موسيقى، يجعل فيها موسيقى وأغاني ودفوف، ما يستحي هذا، هذا ما يستحي. فالإمام يؤكد عليهم ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقول إن الإمام لا يقول عند تسوية الصفوف لا يقول استقيموا، وإنما يقول أقيموا صفوفكم، لأن الاستقامة غير إقامة الصف. هذه فلسفة من عنده، هذه فلسفة من عنده، يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. أنا قلت يأتي بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا من عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الأفضل بالنسبة للإمام أن ينتظر في بيته إلى وقت إقامة الصلاة إذا كان يسكن بجوار المسجد، أم أن الأفضل له أن يبكر كغيره؟ لا داعي لتبكيره، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، اللي ينتظر هو اللي يبكر للمسجد، أما الذي ينتظر فيذهب عند الإقامة، عند إقامة الصلاة، ويذكر الله ويصلي في بيته، يعمر بيته بذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا في الحديث: هل تدري لما صنع هذا العود؟ هل المراد به هو الدرة التي كانت مع بلال وكان يسوي بها الصفوف؟ الله أعلم، قد يكون هذا، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قال الإمام سووا صفوفكم واستوت بعض الصفوف دون بعض، فهل تكون صلاة كل المصلين ناقصة أم من لم يسوي صفه فقط؟ تكون صلاة من لم يسوي صفه ناقصة، أما الذي سوى صفه وعمل بالسنة ليست ناقصة إن شاء الله. نعم. ولكن الإمام لا يستعجل ويكتفي ببعضهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يمكن أن نفهم أن استعمال وسائل لإقامة العبادة ليست بدعة، حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا لتسوية الصفوف؟ مش الوسائل غير التوكيل، ما في غير التوكيل، مش تبيه يعمل غير التوكيل، ما في وسيلة إلا أنه يوكل واحد، المؤذن أو غير المؤذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قد جاء عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبعثون رجالا لتسوية الصفوف، ألا يدل ذلك على جواز فعل أو تسوية الخطوط التي تكون في فرش المساجد والتي أنكرها بعض العلماء المعاصرين؟ هذا تكلف. نعم، أنكرها لأنها تكلف، وأيضا المأمومين يعتمدون عليها ولا يهتمون هم من أنفسهم، يعدلون الصفوف ويحاذون بين المناكب والأكعب، مطلوب من المأمومين هم أنهم يجتهدون في هذا، ما لا حطيت له خط ما هي تسوي شيء أبد. نعم. وأيضا لأنه ربما إذا ما كان عنده خط أنه ما يبالي، يتصل على هالخط، ما هذا محدث ولا ومن تكلف أيضا، ويدل على عدم اهتمام المأمومين أنهم لازم يرسم لهم خط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يصف بجانبي أحيانا أطفال صغار أعمارهم 5 أو 4 سنوات، فهل تصح مصافتهم أم يكون الصف منقطعا؟ الصحيح أن من صحت صلاته صحت مصافته، فإذا كان الطفل بلغ سن التمييز صحت صلاته تصح مصافته، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل نفهم من الأحاديث ومن كلام الإمام أحمد وجوب إلصاق المنكب بالمنكب؟ نعم، وما يتسد الخلل إلا إذا صار المنكب بجانب المنكب، ليس بينهما فراغ،
نعم. فضيلة لكن ما يشق على بليان، بعض الناس يشق على المأمومين فيدخل بينهم ويزحمهم ويضايقهم في الركوع والسجود، هذا التصاق ضار، ما الالتصاق اللي ما يضر هذا سنة ومطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رأيت فرجة أمامي في الصف فهل يجوز أن أتقدم وأسدها علما بأنني سوف أحدث فرجة في صفي الذي تقدمت منه؟ نعم، تقدم، لأن الصف الأمامي أفضل من الصف الخلفي، فأنت تتقدم لأمرين: لسد الفرجة ولتحصيل الفضيلة في الصف المتقدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من الحديث الوارد عن أنس رضي الله عنه وهو أقيمة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً حتى نام القوم، هل يستفاد منه أن المؤذن يقيم الصلاة في الوقت المحدد حتى ولو لم يأذن له الإمام؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز للإمام أن للمؤذن أن يقيم إلا بأمر الإمام. الإمام أملك بالإقامة، المؤذن أملك بالأذان، وأما الإقامة فالإمام أملك بها، لا يجوز للمؤذن أن يقيم دون أن يأمره الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في مسجدي الذي في بلدي المصلون كلهم يلزق كعبه بكعب صاحبه، فهل أفعل مثلهم حتى لا أخالفهم ولأجل اجتماع الكلمة في مسجدنا؟ نعم، هو مطلوب إلزاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف، هذا مطلوب في بلدكم وفي غيره. اللي نقول إنه ما يجوز هو الفحج، فحج رجليك بحيث إنك تضايق من بجانبك عن يمينك وعن يسارك وتفتح فرجة تحتك، هذا اللي نقول هذا لا يجوز. أما التقارب، تقارب المصلين بعضهم إلى بعض حيث لا يبقى بينهم فراغ، هذا هو السنة. نعم، لكن من غير مضايقة، لاحظوا، من غير مضايقة، تشق على من بجنبك لا يتمكن من الركوع والسجود على الوجه المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع من العلماء أن الأذان من شأن المؤذن وأن الإقامة من شأن الإمام. نعم. وفي هذا الدرس سمعنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته بعدما أقيمت الصلاة، فما وجه ذلك حفظكم الله؟ لأن الرسول أعطى بلالاً الأمر بهذا وهو في بيته، أو أرسل له من يأمره بذلك. نعم. وعادة أن بلالاً يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة، يدخل على الرسول ثم يخرج ويقيم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد ما يدل على مشروعية قول الإمام عند إرادته للصلاة أن يقول: صلوا صلاة مودع؟ لا، ما كان الرسول يقول هذا. صلي صلاة مودع هذه موعظة، ما هي تقال فيما أعلم، ما تقال عند الإقامة، هذه موعظة عامة، أظن جاءت في حديث فيه أن الرسول أمر أن يصلي صلاة مودع، بمعنى أنه لا يطيل الأمل في هذه الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المأمومون لا يعرفون اللغة العربية فهل يجوز ترجمة استو واعتدلوا إلى لغتهم؟ يا أخي، علمهم اللغة، علمهم هالكلام، كلمتين، ما يحتاج، علم جماعك هذا الشيء، ما يشق عليهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ ورد هذا بس ما أدري عن سنده. نعم. وكذلك حفظك الله: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا صحيح. نعم، حديث هذا صحيح، فيه دليل على فضل ميمنة الصف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه نشاطاً قام عن يسار أبي بكر، وصار أبو بكر يأتم به والمسلمون يأتمون بأبي بكر، فهل دخول الإمام بعد أن يكبر المأمومون تكبيرة الإحرام هو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، للإمام أنه يتقدم ويتأخر الخليفة، يتأخر الخليفة، ولكن أبا بكر بقي في مكانه عن يسار الرسول من أجل أن يبلغ الناس، لا، الخليفة يتأخر ويتقدم الإمام. قد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مرة، جاء وأبو بكر يصلي أو يصلي بالناس فتأخر أبو بكر، تأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: ما لك يا أبا بكر تأخرت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا دليل على أنه للإمام أنه يأتي ويتقدم ويتأخر المأموم، وإن استمر المأموم فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر ثم حضرت الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وصلى بالمسلمين، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ودخل مع المسلمين في الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الخطوط الموجودة في السجاد التي بالمساجد هل يقال بأنها بدعة أم خلاف الأولى؟ فيها تكلف، فيها تكلف، وفيها أيضا إن المأمومين يعتادون عليها ولا يبالون بإعداد أنفسهم والاهتمام، ما دام في خط ما عليه يصير على هالخط وبس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول رسول الله؟ كان السلف يحطون خطوط، ما كانوا يعملون هذا. نعم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله؟ معناه سد الفرج، معناه سد الفرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد في السنة أن يقول القائل: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك بعد إقامة الصلاة؟ لا أعلم هذا، هذا من دعاء العوام ولا أعلم له أصلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في بلدنا إذا قال الإمام: سووا صفوفكم، قال بعض المأمومين: سمعنا وأطعنا. لا، ما يقال هذا، ما يقال هذا، إذا قال استوى قال استوينا، ما له أصل هذا، أو إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، كل هذا ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما كيفية وضع الكرسي في الصف؟ هل الأصل القدمين أو المنكبين؟ لا تتكلف، المحتاج للكرسي يصلي عليه وخلاص، لا تشقون عليه، صلي على ما يسهل عليه والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا أتى والإمام يقرأ، بعض الناس إذا أتى والإمام قد دخل في الصلاة وبدأ بالقراءة جلس يتكلم مع الذي بجانبه ولا يدخل في الصلاة حتى يركع الإمام، يقول: فما الحكم بذلك، وهل يعتد بركعته هذه رغم تفريطه؟ لا، هذا ما قام القيام في الصلاة ركن، وهذا ترك القيام مفرطاً، أما لو ما جاء إلا والإمام راكع يدخل معه ويسقط القيام عنه، أما أنه جاء وجلس أو يتحدث مع أحد يقول هينا بلحق الركوع، لا، ما تلحق الركوع ولا يصح هذا، لأنه لا بد من القيام، ركن من أركان الصلاة، قدره العلماء بمقدار الفاتحة، مقدار سورة الفاتحة، هذا ركن من أركان الصلاة،
لا يسقط إلا إذا فات، إذا فات يسقط، أما وأنت جالس أو أنت تتحدث هذا لا يسقط عنك ولا تصح صلاتك أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يمنع الصبي المميز من الوقوف في الصف الأول خلف الإمام مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. يلني يعني بكروا، بكروا يا أهل الأحلام والنهى بكروا. أما أنك تجي واحد من الشباب في خلف الإمام وتوخر هذا ما يجوز، لأنه سبقك إلى هذا المكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن في مدرسة ونعود الطلاب في صلاة الظهر على الأذان والإقامة، بعضهم يخطئ عند أذانه أو إقامته، فهل يعاد الأذان أو الإقامة أو يكتفى بالتصحيح لهم عند أدائها؟ إذا كان لا يخل بالمعنى فيصح إذا أذانه، أما إذا كان خطأه يخل بالمعنى فلا بد من إعادة الأذان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة تزوجت رجلاً عنيناً ولم يخبرها بذلك وهو قريب لها، مكثت معه سنة ثم طلقها وقال: لا تخبري أحداً بأنني عنين. هي الآن في حيرة، الخطاب يتقدمون وترفض ذلك، هل يجوز لها؟ يتقدمون إيش؟ كذب. والخطاب يتقدمون وترفض كيف الخطاب؟ السؤال أو كذا. يقول: هل لها ما عليها منها، الواجب على ولي المرأة أو المرأة أنها تسأل، أما إذا لم تسأل ما عليها منها، لو شاورتها يلزمها أن تبين، أما إذا لم تستشرها فلا تتدخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مقيم في المملكة وقدر الله على أخي أن خرج خروجاً نهائياً من هنا، وعندي عفشه وقد أرسلته له، ومن ضمن هذا العفش تلفاز، فهل علي ذنب بإرسال هذا التلفاز له؟ أنت أرسلته له وانتهى وخلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل يقول: والدي توفي وله زوجة أخرى غير أمي، وهذه الزوجة مجهولة الهوية، وأنا أخاف من المسؤولية، هل أتركها تذهب مع إخوانها وتقضي عدة الوفاة عندهم، أم يجب علي أن أضعها عندي في غرفة في بيتي؟ نعم، تعتد في بيت الزوج اللي توفي وهي فيه، فإذا خلصت العدة تذهب حيث شاءت، لأن بقاءها في بيت الزوجية وقت العدة واجب من واجبات العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يدعو الإنسان في سجوده بما شاء ولو بلهجته العامية دون أن يلتزم بما ورد من الأدعية النبوية؟ نعم، يلتزم سبحان ربي الأعلى ما يغيرها، وأما الدعاء فإذا دعا بما يوافق ما ورد فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج المنفرد من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات، إذا خرج المنفرد من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات ليدرك صلاة الفريضة خلف الإمام، هل عليه؟ إذا إيش؟ إذا خرج المصلي من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات وذلك ليدرك صلاة الفريضة خلف الإمام، فهل عليه أن يسلم أم يخرج دون تسليم؟ التسليم عند تمام الصلاة، هذا ما أتم الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا ما بعد كملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا ألح بقراءة سؤاله فيقول: أشكلت علي مسألة الظل
فما هي أقوال العلماء في مسألة ما ورد يوم لا ظل إلا ظله؟ لا نجيبك عن هذا، هذا تكلف، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أدرك ما أشكل عليك من أمور دينك إلا مسألة الظل؟ سبحان الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أدرك المأموم الإمام، نعم، إذا أدرك المأموم الإمام وهو قائم قبل أن يركع، نعم، فقرأ المأموم بعض الفاتحة ثم ركع إمامه، وركع المأموم قبل أن يكملها، فهل تصح صلاته؟ يجب عليه أن يركع مع المأموم ولو لم يكمل الفاتحة، تسقط عنه إذا لم يتسع الوقت لقراءتها، فإنها تسقط عنه. وأيضاً قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم، قراءة الإمام كافية عند كثير من العلماء، عند كثير من العلماء إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، وهذا من فوائد صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما دليل من قال بمشروعية الجهر بالأذكار بعد الصلوات؟ حديث ابن عباس: كنا نعرف انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعوا الذكر بعد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الصلاة في المسجد القديم أولى من الصلاة في المسجد الحديث ولو كان أقل جمع؟ أفضل، أفضل. الصلاة في المسجد القديم أفضل لسبق العبادة فيه. نعم. هذا من المسائل التي تفضل فيها المساجد القديمة على الجديدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التذكير بأذكار المساء وأذكار السفر، فنقول فيقول الشخص لصحبه: لا تنسوا أذكار المساء، قولوا دعاء السفر؟ طيب، هذا طيب، يعلمهم وينبههم، هذا شيء طيب. نعم. يقول حفظك الله: هناك من يقول بأن هذا الأمر لم يرد عن السلف وأنه ليس بمشروع، فهل قوله صحيح؟ يقول: هناك من يقول بأن هذا لم يرد عن السلف التذكير بذلك، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ورد عن الرسول، ورد في القرآن تعليم الجاهل، تذكير الغافل، هذا وارد يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: منذ أن كان عمري 7 سنوات، منذ ذلك السن وأنا أنذر إذا نجاني الله من المطر أو من الغبار أن أذبح ناقة، أن أذبح ناقة. نعم. وقد كثرت علي هذه النذور حتى بلغت 200 من الإبل وأنا لا أقدر عليها، فما الواجب علي؟ وأنا لا أقدر عليها، فما الواجب علي؟ الواجب ذبح النذور، يعني هذا نذر طاعة، هذا نذر طاعة، والذي لا تقدرين عليه كفري عنه كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه رجلا مذاء، إنه رجل مذاء، وأحيانا يقول: أغسل فرجي لكني أنسى غسل ملابسي من المذي، لكني أنسى أن أغسل ملابسي من المذي، ولا أذكر ذلك إلا عند دخولي في الصلاة أثناء الصلاة. إذا نسيت فلا تؤاخذ، صلاتك صحيحة، لكن تغسله للمستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أصلي الفجر في المسجد الذي بجوار بيتي ثم أذهب إلى مسجد آخر فيه درس إلى طلوع الشمس ثم أصلي 2 ركعة، فهل أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة تامة؟ أنت ذهبت لطلب العلم، هذا أفضل من الجلوس للذكر في المسجد، هذا أفضل، ذهابك لطلب العلم أفضل من جلوسك في المسجد بعد الصلاة تذكر الله إلى ارتفاع الشمس. يعني طلب العلم فضله عظيم،
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بتقويم الأسنان، وهل هو من تغيير خلق الله؟ لا يا أخي، العلاج وتعديل المائل وإزالة الخلل في الأسنان هذا من التداوي، ولا يدخل في تغيير خلق الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم. هل في هذا دليل على أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة؟ نعم، هذا من الأدلة، هذا في القرآن: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في القرآن يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما يقرأ من المصحف ويريد أن يفتح صفحة منه فإنه يأخذ من ريقه بأصبعه ثم يفتح ذلك، فهل يجوز هذا؟ نعم، إذا احتاج إلى هذا ما في مانع، ريقه طاهر الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة حملت عدة مرات في رمضان وكانت تتقيأ كثيراً مما أدى إلى فقدانها لوزنها، سؤالها: هل يجوز لهذه المرأة أن تعوض عن الأيام التي أفطرت بإطعام مسكين عن كل يوم، أم يلزمها القضاء؟ يعني القي ينزل عليها بدون اختيارها، ما يضرها، الصيام صحيح. أما إذا كانت هي التي تتسبب في التقيؤ فتقضي الأيام التي تقيأت فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السترة في الصلاة واجبة أو مستحبة؟ السترة في الصلاة أمام المصلي المنفرد والإمام سنة وليست واجبة عند الجمهور، الجمهور أهل العلم أنها سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة حفظكم الله لسؤال الشاب المذاء، يقول: إذا كنت قد تذكرت أني لم أغسل ملابسي أثناء الصلاة فهل يجب علي أن أقطعها؟ نعم نعم، إذا تذكرت هذا أثناء الصلاة تقطع الصلاة، تغسل ثيابك وتبدأ من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء مع رفع الأيدي بعد صلاة الفريضة؟ بعد الفريضة لا، هذا لم يرد، أما بعد النافلة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فهل أكبر تكبيرة الإحرام أم علي أن أكبر تكبيرتين، واحدة للإحرام وأخرى للركوع؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا بد منها، تأتي بها وأنت قائم، وأما تكبيرة الانتقال فهي في هذا الموطن سنة، إن أتيت بها فهو أحسن، وإن لم تأتي بها فصلاتك صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أو ذكر في بلوغ المرام حديث عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي. يقول: هل يمكن أن يفسر أو تفسر لنا هذا الحديث؟ لأن بعض الإخوة يقول بأن مسح الوجه بالأيدي بعد الدعاء يعد بدعة. نعم، هو الأحاديث التي وردت في مسح الوجه بعد الدعاء كلها ضعيفة لا يحتج بها، فلا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أبيت عند أختي المتزوجة مع أنني ألتزم بالحجاب؟ هل يجوز لي أن أبيت عند أختي المتزوجة مع التزامي بالحجاب وعدم مخالطتي لزوج أختي، وعندي غرفة خاصة أبيت فيها، فهل هذا جائز؟ نعم، ليس خلوة ما دام في البيت أحد، ما دام في البيت أحد غيرك أنت والرجل،
فيه زوجته، زوجته فيه أولاده فيه، هذا ليس خلوة، لا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في عيد الأضحى هل يجوز أن يضحى بأنثى الخروف النعجة وذلك لعدم توفر الذكر؟ إيش؟ في عيد الأضحى وعند إرادة ذبح الأضحية هل يجوز أن نضحي بأنثى الخروف النعجة وذلك؟ إيه؟ من قال لك أنه ما يجوز؟ ضحي بالأنثى ولا بالذكر ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل مد الرجلين باتجاه القرآن في الحاملات القريبة هل فيه عدم تعظيم لكتاب الله؟ إذا كان قريبا منك فلا تمد رجليك إليه إلا إذا كان المصحف مرتفعا تكون رجليك تحته، أما إذا كانت مسامتة له وهو قريب فلا يجوز هذا، أما إذا كنت بعيدا عن المصحف فلا مانع تمد رجليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ولم يقل بعدها سرا ربنا ولك الحمد فهل عليه أن يسجد للسهو؟ إيه نعم، إذا ترك ربنا ولك الحمد ناسيا فإنه يسجد للسهو، أما إذا تركها متعمدا فلا تصح صلاته لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لم يقرأ الإمام أو إذا لم يقرأ المأموم، إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية، أعد السؤال اللي راح. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ولم يقل بعدها سرا ربنا ولك الحمد فهل يلزمه أن يسجد للسهو؟ الإمام عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وعلى المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، وإذا جمع بينهما الإمام فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فهذا أفضل، أما لو تركها فصلاته صحيحة لأنه أتى بالواجب عليه وهو قول سمع الله لمن حمده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية هل يتحملها الإمام عنه؟ إذا إيش؟ إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية فهل يتحملها الإمام عنه؟ نعم، ما دام له إمام فقراءته له قراءة في الجهرية وفي السرية، ولكن كونه في السرية يقرأ الفاتحة أحوط له. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يقاس عليها سائر الأركان إذا تركها المأموم تحملها الإمام عنه كالركوع مثلا؟ لا لا، ما يتحمل بقية الأركان، إنما الفاتحة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أنه يقال بعد الانتهاء من الإقامة إقامة الصلاة أن يقول حقا لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله بدون حقا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.